الوصول إلى القمة وضمان الصعود إذا نجح في تحقيق الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة. 3 نقاط تكفي اليوم من أجل حسم الأمور مبكرا وعدم التفكير في حسابات أخرى. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. وتنطلق المباراة بالفعل. يجب على الفريق الإيمان بحظوظه، يجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية وينجح في استعادة الكرة سريعا. الكرة طويلة جدا، مولر غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار، فضاعت منه الكرة في آخر المشوار. لامبرد يلعب كرة للجانب الأيمن، كرة تعود للوسط. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. فرصة سانحة، فيجو نيمار، نيمار يا له من تصدي من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. دي باول، نيمار يصوب كرة، لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. ممتاز في التمرير، يعدي إلى منطقة الجزاء. أمبروزيني، ما زالت النتيجة سلبية في المباراة حتى الآن. لامبر يلعبها على اليمين، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. روميرو يتدخل في الوقت المناسب. لويس فيغو، كرة خطيرة أمامه مجال للتسديد. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. ليزا رازو، مزروعي يتدخل ويقطع الكرة، توقع ممتاز هنا. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. عدت الكرة، بينية جميلة ويلعبها عرضية. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، الأرجنتين تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات فيجو، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينا. لويس فيغو قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. فرصة هجوم معاكس، تمريرة جميلة فاتت ومرت وصلت إليه. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. نيمار يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. الأرجنتين وركنية أولى في اللقاء. ضربة رأسية،
كانجي شتت الكرة بعيدا. برشلونة ومحاولة مع المرتدب. هذه هي كرة القدم. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. يبحث عن المهاجم أمبروزيني. يا ترى هل نرى أهداف في هذه المباراة أم تستمر سلبية؟ يلعبها في المساحة. كرة من جهة اليمين. يعاني في هذه المباراة خصوصا عند التمرير كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم. لامبارد. لويس فيغو. كرة ممتازة، فرصة للتسديد. دي باول. أمام فرصة للتسديد. فيغو. يلعبها إلى داخل ال 18. لعبة من بعيد. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. أمبروزيني ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. دي باول. دي باول. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. دي باول يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ. روح رياضية جميلة في الحقيقة. ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، وحتى الآن المنافس بدون ركنيات. تسديدة. يستعيد الكرة مرة أخرى. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الكرة ملعوبة من مسافة. لويس فيغو أخطأ لكنها مرت بسلام. باص سيء لم يكن بشكل. يسدد الكرة. ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. بينية رائعة. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. بعد ذلك الأداء المميز بالدفاع الفريق.